أهلاً وسهلاً بكل مشاهدينا. 3 قروش هي قيمة ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأسبوع الحالي، ومن ناحية تانية بيستقر سعر جرام الذهب بعد الانخفاض اللي حصل خلال اليومين اللي فاتوا. فتعالوا بينا نعرف تفاصيل أكتر عن آخر مستجدات سعر الدولار والذهب، واللي هتكون موجودة معانا دلوقتي في تغطيتنا الاقتصادية. ونبدأ مع حضراتكم بأسعار الدولار. وارتفع سعر صرف الدولار النهاردة في البنوك العاملة في مصر في بداية الأسبوع الحالي حوالي 3 قروش، وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 24 جنيه و59 قرش للشراء و24 جنيه و66 قرش للبيع، وده بارتفاع 3 قروش عن ختام تعاملات الأسبوع الماضي. كمان بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر في أبوظبي الإسلامي 24.62 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع، وده برضو بارتفاع 3 قروش عن الأسبوع الماضي. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك ميد بنك والأهلي المتحد والإسكندرية وبنك المشرق والبنك المصري لتنمية الصادرات حوالي 24 جنيه و60 قرش للشراء و24 جنيه و65 قرش للبيع. أما بنوك الكويت الوطني وفيصل الإسلامي فبلغ سعر الدولار فيهم مقابل الجنيه 24 جنيه و59 قرش للشراء و24 جنيه و65 قرش للبيع. كمان سجلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري النهاردة في بنوك مصر والأهلي 24 جنيه و54 قرش للشراء و24 جنيه و59 قرش للبيع. وقدم بنك مصر في أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار النهاردة وسجل 24 جنيه و62 قرش للشراء. وننتقل مع حضراتكم للذهب. والحقيقة أنه الذهب شهد انخفاض خلال اليومين اللي فاتوا بقيمة حوالي 200 جنيه في الجرام الواحد، ووصل سعر جرام الذهب النهاردة عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً لحوالي 1710 جنيه، أما عيار 18 وهو الأوسط بين الأعيرة الذهبية فسجل اليوم 1466 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 1140 جنيه، فيما سجل عيار 12 نحو 977 جنيه. وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب فسجل النهاردة 13680 جنيه. والحقيقة انه بتكون اسعار الذهب النهاردة يوم الاثنين من غير يعني المصنعية، والمصنعية بتختلف من مكان لاخر، وده بيرجع لاختلاف كل محل صاغة وعلى حسب اشكال المشغولات الذهبية ووزنها وطبعا كمية الزينة الموجودة فيها وطريقة تشكيلها، ولكن بتمثل في الاغلب المصنعية نسبة تتراوح ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة بيقل الايراد. وعالميا هبطت الاسعار الخاصة بالذهب على المستوى العالمي النهاردة، وسجل سعر الاوقية اليوم 1798 دولار، وده بعد ما سجلت العقود الفورية العالمية للذهب قفزة كبيرة جدا الايام اللي فاتت. وشهد المعدن الاصفر النهاردة استقرارا وسجل 1798.25 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية للذهب تراجع بقيمة 12.40 دولار وبنسبة 68%. والحقيقة انه طبعا بترتبط اسعار الذهب في مصر محليا باسعار الدولار الامريكي على المستوى المحلي. دي كانت كل التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب والدولار وأسعار صرف الدولار النهاردة، وكمان أسعار الذهب بمختلف أعيرته اليوم الاثنين. طبعا بنشكركم على المتابعة، ومستمرين معاكم من خلال موقع صدى البلد في متابعة كل ما هو جديد على مدار اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.